عسى الخير يا أصدقاء، نكمل مع تشارلز كروس ونروح للجزيرة هذه. شفتوا هذه الجزيرة اللي يطلع منها دخان؟ تضغط إكس وبعدين راح تطلع. أيوة هذه الجزيرة اللي فيها الكوخ، في بعض يقول لك ريدل معاك مش عارف إيش. لا أنت راح نحتفظ بالمجموعة هذه اللي احنا فيها. نتكلم مع داريو نشوف هل في صندوق. طيب تفضل يا اخ داريو. معقولة ما راح تكلم معنا إلا إذا كانت ريدل معانا؟ غريب. طيب أصلاً ريدل مو معانا أصلاً. هذا طيب نبين لازم نعطيها البلاك بليت. اكسسوري اوكي نعطيها اكسسوري. خلينا ريدل هي المسؤولة وندش نكلم. ريدل لازم تكون معاك في الفريق على اساس تقدر تتكلم معه. وجاء ريديوس وجاء كارش. وهذا الشيء مش أموني، فلازم حنا نحاربه. يقال إنك لا تستخدم الضربات لأنه لونه أزرق، والضربات الحمراء عليه قوية والإتش بي حقه. هذه كلها ذكريات. أوكي. والآن راح تستخدم المعركة. هم يقولون طبعا لا تستخدم عليه الضربات الحمراء على أساس إنه ما يضربك، لكن داريو إذا ضربت ضربات عادية راح يستخدم سكيلز بس عليك. راح إنه نستخدم نحاول نسرق منه. نبي لنا شغلة على اساس هيل.
شارجو. ايوه استخدم عليه أقوى ضربات الأسفل. شوف فورفر زيرو. شوف إذا عندنا ما عندنا ضربات حمراء، مشكلة ضربات حمراء ما عندنا. نشوف المدافع يمكن ضعفنا. عالم فارغو استخدم الضربات لا نستخدمين. طيب يا كات you
علمت. نشوف هاي البلر بعد ما برست اوكي احاول لعله اسرع مشكلة انك لازم ندخل معك ريدل شخصية غاية تحيل بعد ما شاء الله ضعفنا حيل فان شاء الله نقدر نغلى عليه معك مفهوم اوكي تم القضاء علينا بالمرة تم القضاء علينا بالمرة
الحل اتوقع انه نشوف سلاح قوي حق ريدل، طيب نروح ترمني على اساس نشتري لها سلاح. إذا كانت ضربته قوية راح نقضي عليه، احنا قربنا نقضي عليه بس المشكلة ما قدرنا نكمل المعركة. اوكي معناتها لازم نروح لأنذر وورلد، والخريطة طلعت الآن، الفوربيدن آيلاند طلعت، ما راح نخاف، شنو راح نعرفها. نرجع أوباسا بيتش. سلاح حق هذا خلاص، طيب الارمر اكسسوري هذا خلاص. ثانك يو فيري ماتش. الآن نرجع الهوم وورد، ولعل وعسى السلاح هذا يفيد ريدل. طيب تعال يا أخ ريدل، وأيضا خذ لكن فيت نعطيها اكسسوري اتاك، ما في شيء بالاتاك. طيب
كنا جاهزين. فنروح نرجع. الهوم وورد ونحاول نقضي على داريو هالمرة. ومعانا ريدل لازم تكون هي في المقدمة. ما ادري شو اسوي. لا ما لازم تكون هي في المقدمة. طيب نروح سفينتنا تنطرنا هني في الهوم وورد. الان لان رحنا للفوربودن فهي موجودة على الخريطة. احنا رحنا هذه فوربودن ايلاند. نروح بالنص بعدين نضغط اكس وبعدين نتجه الى البيت عشان نعيد المذكرات هذه كلها. جات خدامته وراح يجي راديوس ويجي كارش. المعركة هذه مهمة لأنك راح تأخذ منه الماستر مون. مثل ما قلنا لكم هو لونه أزرق 3500 الـ HP حقه. السلاح الأحمر هذا الأسطوري راح ناخذه منه بعد ما نغلبه. نشوف قبل ما اعطيناها اسلحتها. نشوف زين افضل شوي. نسرق منه ما ادري والله شنو راح نسرق منه بس نحاول نسرق منه. طيب طيب صار اوفر زيرو. انفيرنو اقوى ضربه حمراء عليه. يمكن سفل ان شاء الله حاصل هالمره راح نسوي داري وراح يتم القضاء عليه ان شاء الله. بس ما ادري ليش يعني ضرباتنا قاعد يضعفها مهما كانت قوة الضربة قاعد يضعفها.
نشوف الالترا نوفا عليه شلون راح تكون. اقوى ضربة من الابيض. النبي على فارغو، الكيور على فارغو. يمكن هذا أحسن ضربة عنده من الرجل. طيب تراختون لعل وعسى. اوكي والريفايف مع بعض عشان ضد فينيكس. ما شاء الله نكفر باذن الله. اتوقع فينا شيء قوي عليه. لعله وعسى لعله وعسى يمكن له مضاربها افضل. والله ماجما بومب بلس 1
انا اتوقع انها ما في افضل من نضرب ضربات عاديه. افضل الافضل من نضرب ضربات عاديه. معنا قاعد بس حقي انا بروحي يعني باقي الفريق كله اتش بي اوكي. اخيرا قضينا على داريو، اخيرا قضينا على داريو. معركة الصراحة صعبة، لازم هيلينج على طول. افا ما في نجمة دريمرز باندين. وهذا المسوميني راح اخذه انا لينكس، وبعدين اللي هو راح ارجع سيرش، راح ارجع طبعا. اوكي ذا سكند كومينج، هذا تروفي جديد. اوكي كلام هذا كله ورجعنا الفايبر مانر. ف على اساس يعطي ال ريجل اعطاها ال شو يسمونه الليفل 7 حقها. زين وهذا مقطعنا اليوم، نكمل ان شاء الله الجهه القادمه راح تكون فورت دراغونيا، راح نحارب دارك سيرج عشان نسترد جسمنا. نشوفكم المقطع الجاي بإذن الله.